بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم معايا على قناة أميرة وكروشيه. يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة بإذن الله. في فيديو النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض مفرش كروشيه مدور، رسمته حلوة جدا وسهل جدا في شغل. أنا هنا اشتغلت المفرش بخيط غزل رقم 8 واشتغلته بإبرة مقاس 2.5 الألومنيوم. أخذ مني 125 جرام من الخيط وطلع طول القطر فيه حوالي 68 سنتي، يعني يعتبر من المفارش الكبيرة. وانت ممكن تشتغليه بأي خيوط تكون قطن أو غزل أو خيط حرير سلسلة، خيط مكرمية قطن أو خيط مكرمية مصري. أهم حاجة تشتغليه بالإبرة المناسبة لسمك الخيط. وطبعا وزن المفرش ومقاس المفرش هيختلف حسب نوع الخيط اللي هتشتغلي بيه. يلا بينا نبدأ مع بعض إن شاء الله في تنفيذ المفرش. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة بتعملي عقدة البداية وهتشتغلي 8 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8. بتدخلي جوه أول سلسلة وتقفلي بمنزلقة، اسحبي الخيط كده وبتعديه من على اللفة اللي على الإبرة. السطر الأول عندنا عبارة عن 30 عمود بلفة، ففي أول السطر بنرتفع 3 سلاسل ودول كده بنعتبرهم أول عمود من 30. هتاخدي لفة على الإبرة وتدخلي جوه الحلقة تشتغلي 29 عمود بلفة. هتاخدي معاكي كده الخيط تحت الشغل عشان تقفليه بالمره، والعمود ابو لفه بتسحبي اللفه فبيبقى عندك 3 لفات على الابره. بتاخدي عدد لفاته على مرتين، لفتين لفتين. تاخدي لفه على الابره وتدخلي تشتغلي تاني عمود من 29، تسحبي اللفه كده عندك 3 لفات على الابره، بتاخدي كده لفتين وبعدين لفتين. تاخدي لفه على الابره وتسحبي اللفه وتاخدي عدد اللفات على مرتين، لفتين لفتين. كده احنا اشتغلنا 3 اعمدة. هتشتغلي كده ربع عمود، كده 5 6، ولما بتيجي تشتغلي بتقربي كده الاعمدة جنب بعض عشان ما يتكوموش عندك في الاخر. تمام، هتكرري كده لحد اخر السطر لحد ما تكمليهم 29 عمود بلفة. اخر السطر بعد ما اشتغلتي 29 عمود بلفة بتدخلي على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع وبتقفلي بمنزلقة، بتسحبي الخيط كده وبتعديه من اللفة اللي عليه. وده كده السطر الأول عندنا كان عبارة عن 30 عمود بلفة بما فيهم ارتفاع 3 سلاسل. السطر التاني هنشتغله بغرزة الكلاستر، وغرزة الكلاستر هنا من 3 أعمدة والأعمدة فيها بلفتين، ففي أول السطر هترتفعي 3 سلاسل ودول كده بنعتبرهم أول عمود من 3. هتاخدي لفتين على الإبرة وتدخلي على أول عمود قبلك تشتغلي عليه عمود، تاخدي منه لفتين لفتين وتسيبي منه لفة على الإبرة. ده كده تاني عمود من غرزة الكلاستر. تاخدي لفتين على الإبرة وتدخلي على العمود اللي بعده تشتغلي تاني عمود، تاخدي منه لفتين لفتين وتسيبي لفة. كده عندنا 3 لفات عشان ده أول السطر، هناخد الثلاث لفات مع بعض كده. كده قفلنا أول غرزة كلاستر. هتشتغلي بعدها 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبتكرري. تاخدي لفتين على الإبرة وهتشتغلي غرزة كلاستر من 3 أعمدة والأعمدة فيها بلفتين، فبتدخلي على أول عمود تشتغلي العمود أبو لفتين وتسيبي منه لفة، على تاني عمود بتسيبي من العمود لفة، وعلى تالت عمود بتسيبي من العمود لفة. كده بقى عندنا 4 لفات بناخدهم كده مع بعض بسحبة واحدة وبنشتغل بعدهم 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. هتكرري الجزء ده كده اللي احنا اشتغلناه مع بعض لحد آخر السطر. بعد ما كررتي وصلتي لاخر السطر واشتغلتي اخر 5 سلاسل، هنا بنقفل السطر بمنزلقه مطرح ما قفلنا الاعمده. فبتدخلي كده بالطريقه دي وبتسحبي اللفه وتعديها من على اللفه اللي على الابره بمنزلقه. وده كده السطر التاني عندنا، واحنا الجزء اللي كان عباره عن غرزه كلاستر 5 سلاسل اتكرر معانا في السطر 10 مرات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. السطر الثالث هندخل بمنزلقه جوه اول 5 سلاسل عشان هنشتغل جوه السلاسل، واحنا هنا هنشتغل جوه السلاسل 5 اعمده، فهترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، وهتاخدي لفه على الابره وتدخلي جوه الحلقه تشتغلي 4 اعمده بلفه، 1 2 3 4، وبارتفاع 3 سلاسل فكده بقوا 5. هتشتغلي سلسلتين وبتكرري، بتدخلي جوه الخمس سلاسل وتشتغلي 5 أعمدة، 1 2 3
أربعة، خمسة، وبعدهم سلسلتين. هتكرري كده لحد آخر السطر 5 أعمدة سلسلتين، والجزء هيتكرر معاكي 10 مرات. بعد ما كررتي وصلتي لآخر السطر واشتغلتي آخر سلسلتين، هتدخلي على تالت سلسلة من سلسلة ارتفاع وبتقفليه بمنزلقة. وكده احنا عندنا السطر عبارة عن 5 أعمدة سلسلتين متكررين 10 مرات. احنا عندنا هنا الجزء بيتكرر معانا 10 مرات. السطر الرابع بدايته بتدخلي بمنزلقة على تاني عمود، يعني احنا هنا هنسيب اول عمود ونشتغل على التاني، فهنشتغل على تاني عمود عمود حتى ارتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، وهتشتغلي على كل عمود عمود كده، عمود، 2، 3. فكده اشتغلنا على الـ4 أعمدة على كل عمود عمود وسيبنا أول عمود. هتدخلي جوه السلسلتين وتشتغلي عمودين، 1، 2. فكده بقى عندك 6 أعمدة هتشتغلي سلسلتين، والجزء اللي بيتكرر معاكي هو ده، انك بتسيبي أول عمود وبتشتغلي على الـ4 أعمدة على كل عمود عمود، 1، 2، 3، 4. وبتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي عمودين، 1، 2. فكده بقى عندنا 6 أعمدة. بعد الـ6 أعمدة بتشتغلي سلسلتين، 1، 2. هتكرري كده 6 أعمدة سلسلتين بالطريقة دي لحد آخر السطر. بعد ما كررتي وصلت لآخر السطر والسطر معانا مشى كله عبارة عن 6 أعمدة سلسلتين، هتدخلي على تالت سلسلة من سلاسل ارتفاع وتقفلي بمنزلقة. السطر الخامس بدايته برضه بندخل بمنزلقة على تاني عمود اللي هو أول عمود بعد ارتفاع السلاسل، احنا دايما بنسيب أول عمود. هتشتغلي بعد كده 3 سلاسل باعتبارهم عمود اشتغلنا على تاني عمود، وهتشتغلي على كل عمود عمود، فكده يعتبر تاني عمود كده، 3، 4، 5. وبتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي عمودين، 1، 2. فكده بقى عندنا 7 أعمدة هتشتغلي سلسلتين، وبتكرري بتسيبي أول عمود وبتشتغلي على كل عمود من 5 عمود وجوه السلسلتين عمودين، وبعد كده بتشتغلي سلسلتين، فالسطر هيمشي معاكي 7 أعمدة سلسلتين. بعد ما كررتي وصلتي لآخر السطر والسطر كله مشى معاكي 7 أعمدة سلسلتين، هتدخلي بعد السلسلتين على تالت سلسلة من سلاسل ارتفاع اللي بنعتبرهم عمود وبتقفلي بمنزلقة. وده كده شكل السطر الخامس. السطر السادس بدايته برضه بندخل بمنزلقة على أول عمود قبلك اللي هو التاني عمود، وهنرتفع 3 سلاسل باعتبارهم عمود اشتغلناه على تاني عمود، يعني بنسيب أول عمود، تمام. هتشتغلي بعد كده على كل عمود عمود، فكده بقى عندنا عمودين كده، 3، 4، 5، 6. جوه السلسلتين بتشتغلي عمودين، فكده بقوا 7 وكده بقوا 8، يعني الجزء عندنا بقى عبارة عن 8 أعمدة. هتشتغلي سلسلتين وبتاخدي لفة على الإبرة وبتسيبي أول عمود وبتبدأي تشتغلي على التاني، هتشتغلي كده لحد ما يكملوا معاكي 8 أعمدة وبعدهم سلسلتين. هتكرري الشكل ده كده لحد آخر السطر. بعد ما كررتي وصلتي لآخر السطر والسطر كله مشى معاكي عبارة عن 8 أعمدة سلسلتين، بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. وده كده شكل السطر السادس. احنا هنا كنا بنزود في عدد الأعمدة، فبدأوا معانا 5 أعمدة وبعدين بقوا 6 وبعدين بقوا 7 وبعدين بقوا 8. ابتداء من السطر الجاي هيقل معانا عدد الأعمدة، وهيتكون عندنا ما بينهم سلاسل وغبس حشو. السطر السابع بدايته هتدخلي بمنزلقة على أول عمود قبلك اللي هو تاني عمود، يعني كده سيبنا أول عمود ما اشتغلناش عليه. هترتفعي بعد كده 3 سلاسل باعتبارهم أول عمود. احنا عندنا هنا 8 أعمدة، سيبنا أول عمود هنشتغل على كل عمود عمود، يعني هيبقى عندنا 7 أعمدة كده، 2، 3، 4، 5، 6، 7. يبقى احنا كده بقى عندنا 7 أعمدة. في السطر اللي تحت كانوا 8، هنا بقوا 7، قالوا 1. هتشتغلي 3 سلاسل، 1، 2، 3. وتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي غرزة حشو، 3 سلاسل، 1، 2، 3. ويبدأ الجزء يتكرر معاكي،
يعني هتشتغلي، هتسيبي اول عمود وتشتغلي 7 أعمدة على اول عمود منهم على تاني عمود، وبعد كده هتشتغلي على كل عمود عمود كده، 2 3 4 5 6 7. بعد ما اشتغلتي ال7 أعمدة هنا بقى ما بنشتغلش عمودين، لا بنشتغل 3 سلاسل وندخل جوه السلسلتين، نشتغل غرزة حشو وبعدها 3 سلاسل وبنكرر، بنسيب اول عمود ونشتغل ابتداء من التاني 7 أعمدة، هتكرري الجزء ده كده لحد اخر السطر. بعد ما كررتي وصلتي لاخر السطر بعد ال3 سلاسل هتدخلي وتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، وده كده الشكل. السطر الثامن بدايته بتدخلي بمنزلقة على أول عمود قبلك اللي هو تاني عمود، وهنشتغل على تاني عمود عمود، فهترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، وهتشتغلي على كل عمود عمود كده، 2 3 4 5 6، يعني قلوا عمود عن اللي تحت، تحت كانوا 7 هنا بقوا 6، هتشتغلي 3 سلاسل 1 2 3، وتدخلي جوه اول 3 سلاسل تشتغلي غرزة حشو، 3 سلاسل 1 2 3، وتدخلي جوه ال3 سلاسل اللي بعد غرزة حشو، اللي بعد غرزة الحشو يعني تاني 3 سلاسل تشتغلي غرزة حشو، بعدها بتشتغلي 3 سلاسل، يعني هنا بقى عندك 3 من ال3 سلاسل وعندك 2 من الحشو. الجزء بقى بيتكرر معاكي، فاللي هيتكرر معاكي هو من اول ما هشتغل معاكي كده، بتسيبي اول عمود وبتدخلي على التاني تشتغلي على كل عمود عمود، اول عمود على التاني كده، 2 3 4 5 6، يبقى كده عندنا 6 أعمدة بدأوا معانا من اول العمود التاني، هتشتغلي 3 سلاسل 1 2 3، وتدخلي جوه اول 3 سلاسل تشتغلي غرزة حشو، 3 سلاسل جوه السلاسل اللي بعد الحشو بتشتغلي حشو، 3 سلاسل رقم 3، وبتبدأي تكرري، بتسيبي اول عمود كده وبتكرري كده لحد اخر السطر. اخر السطر بعد ما كررتي هتدخلي على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع وتقفلي بمنزلقة. احنا هنا عندنا 3 من ال3 سلاسل 1 2 3. السطر التاسع بدايته بتدخلي بمنزلقة على تاني عمود اللي هو اول عمود هيقابلك، وهترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، اشتغلنا على تاني عمود، وبعد كده هتشتغلي على كل عمود عمود، فكده ده يعتبر تاني عمود كده، 3 4 5، يعني قاله عندك عمود عن السطر اللي تحت، السطر اللي تحت كانوا 6 هنا بقوا 5، هتشتغلي 3 سلاسل وتدخلي جوه اول 3 سلاسل تشتغلي غرزة حشو، 3 سلاسل تدخلي جوه تاني 3 سلاسل تشتغلي غرزة حشو، 3 سلاسل وتدخلي جوه تالت 3 سلاسل تشتغلي غرزة حشو، وبعدهم 3 سلاسل، فاحنا كده بقى عندنا 4 من ال3 سلاسل. بعد كده بقى بتكرري، بتسيبي اول عمود وبتشتغلي على كل عمود من ال5 عمود، 1 2 3 4 5، 3 سلاسل رقم 1 وغرزة حشو جوه اول 3 سلاسل، 3 سلاسل رقم 2 وغرزة حشو جوه تاني 3 سلاسل، 3 سلاسل رقم 3 وغرزة حشو جوه ال3 سلاسل رقم 3 اللي تحت، و3 سلاسل رقم 4، وبتبدأي تكرري، بتسيبي عمود وبتكرري، يبقى الجزء ده كده اللي هيكرر معاكي لحد اخر السطر. بعد ما كررتي وصلتي لاخر السطر واشتغلتي اخر 3 سلاسل هتدخلي وتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. تمام. السطر العاشر بدايته بتدخلي بمنزلقة على تاني عمود اللي هو اول عمود بعد ارتفاع السلاسل، وهنشتغل على كل عمود من ال4 عمود، فانت التكرار هيبدأ عندك من اول ما هشتغل معاكي دلوقتي، هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، ولما تيجي تكرري بتشتغلي عمود على تاني عمود، يعني بتسيبي اول عمود، هتشتغلي كده ده يعتبر تاني عمود كده، 3
كده 4، يعني الجزء العدد الأعمدة اللي معاكي فيه هو 4 أعمدة بس بعد ما كانوا 5. هتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، وتدخلي تشتغلي جوه أول 3 سلاسل غرزة حشو، 3 سلاسل 1 2 3، جوه تاني 3 سلاسل غرزة حشو، 3 سلاسل جوه السلاسل اللي بعدها غرزة حشو، 3 سلاسل غرزة حشو، 3 سلاسل. فاحنا كده بقى عندنا كام من ال3 سلاسل؟ 1 2 3 4 5، يعني زيته برضو 1. بعد كده بقى بتكرري، فبتسيبي اول عمود وتبدأي تشتغلي التكرار، الجزء اللي انا اشتغلته معاكي. هتكرري كده من اول ال4 أعمدة لحد ال3 سلاسل، تكرري كده لحد اخر السطر. اخر السطر بعد ما اشتغلتي اخر 3 سلاسل بتقفلي منزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، وده كده شكل السطر عندك. ده كده شكل السطر العاشر، وزي ما انت شايفه الشكل اتكون معانا بالطريقه دي، وده كان اخر سطر معانا فيه، يعني السطر اللي جاي هنقفله عشان يدينا شكل. السطر 11 ده هيبقى اخر سطر في الجزء ده، فهنقفله كده، هنجمعه مع بعض بغرزه كلاستر عشان يدينا الشكل كده، ويبقى خلاص انتهى معانا. فاحنا هندخل بمنزلقه على تاني عمود، يعني هنبدا من تاني عمود. هتشتغلي غرزة كلاستر من 3 أعمدة، فهترتفعي في أولها 2 سلسلة بس عشان دي غرزة كلاستر. هتدخلي على العمود اللي بعده اللي هو تالت عمود عندنا، هتشتغلي عليه عمود تسيبي منه لفة. على العمود اللي بعده بتشتغلي عمود تسيبي منه لفة، وبعد كده بتاخدي اللفات مع بعض. كده احنا قفلنا الشكل ده، تمام. هنا عدد السلاسل زاد معانا، بعد ما كانوا 3 هيبقوا 4. هتشتغلي 1 2 3 4، والتكرار هيبدأ معاكي من أول ال4 سلاسل رقم 1. هتدخلي جوه ال3 سلاسل تشتغلي غرزة حشو، 4 سلاسل غرزة حشو جوه ال3 سلاسل اللي بعدهم، 1 2 3 4 غرزة حشو جوه السلاسل، 1 2 3 4 غرزة حشو، 1 2 3 4 غرزة حشو، 1 2 3 4. احنا كده بقى عندنا كام من ال4 سلاسل؟ بقى عندنا 1 2 3 4 5 6، 6 من ال4 سلاسل. هنا بقى هتبان معانا غرزة الكلاستر، تمام. هتسيبي اول عمود وهتروحي على العمود التاني، تبدأي اول عمود من غرزة الكلاستر. هتشتغلي العمود وتسيبي منه لفة على الابرة، تاخدي لفتين من العمود التاني وتسيبي لفة على الابرة، تاخدي لفتين من العمود التالت وتسيبي لفة على الإبرة. هنا بقى عندك 4 لفات عشان اللفة الأساسية موجودة. هتسحبيهم كده مع بعض وبتبدأي تكرري. هتكرري كده من أول ال4 سلاسل رقم 1 لحد غرزة الكلاستر. ده كده شكل السطر عندنا، وزي ما انت شايفة الشكل ده كده اتقفل معي. آخر السطر بعد ما اشتغلتي آخر 4 سلاسل، هنا بندخل بمنزلقة مطرح ما قفلنا الأعمدة. تدخلي كده بالشكل ده وبتقفلي بمنزلقة. ودلوقتي هنبدأ في السطر ال 12، والسطر ال 12 بدايته ان احنا هندخل بمنزلقة جوه ال4 سلاسل، وهنا هنشتغل غرز كلاستر وغرزة الكلاستر من 4 أعمدة والعمود فيها بلفتين. أول غرزة كلاستر منهم هنشتغلهم على 2 من ال4 سلاسل، فهتشتغلي كده 1 2 3، ودول كده بنعتبرهم أول عمود. هتاخدي لفتين على الإبرة وتشتغلي تاني عمود من غرزة الكلاستر، تاخدي منه لفتين لفتين وتسيبي لفة. كده احنا اول 4 سلاسل اشتغلنا جواهم 2 عمود بلفتين من غرزة الكلاستر. هتاخدي لفتين على الابرة وتدخلي جوه ال4 سلاسل اللي بعدهم، تشتغلي العمود التالت بتاخدي منه لفتين لفتين وتسيبي لفة، وبعدين بتشتغلي العمود الرابع تاخدي منه لفتين لفتين وتسيبي لفة، وتقفليهم كده مع بعض. كده احنا اشتغلنا غرزة كلاستر من 4 أعمدة بلفتين جوه اول 2 من ال4 سلاسل. بعدها هتشتغلي 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6، هتاخدي لفتين على الابرة وعلى الاتنين اللي هي ال4 سلاسل رقم 3 وال4 سلاسل رقم 4 هنشتغل نفس غرزة الكلاستر. فبتروحي كده قريب من غرزة الحشو وتشتغلي غرزة الكلاستر، بتاخدي من العمود لفتين لفتين وتسيبي لفة، وتشتغلي تاني عمود تاخدي منه لفتين لفتين وتسيبي لفة، وتروحي رايحة على ال4 سلاسل اللي بعد غرزة الحشو، تشتغلي تالت عمود منها تسيبي منه لفة،
ورابع عمود تسيبي منه لفة، وبعد كده بتاخدي اللفات مع بعض وبتشتغلي 6 سلاسل. كده احنا اشتغلنا 2 من غرزة الكلاستر، هنشتغل التالتة. احنا عندنا 6 من ال4 سلاسل، بنشتغل جواهم 3 من غرز الكلاستر، ما بين كل واحدة وواحدة 6 سلاسل. فهتدخلي كده جوه ال4 سلاسل رقم 5 وتشتغلي أول عمود من غرزة الكلاستر، وتاني عمود من غرزة الكلاستر، وبعد كده تروحي على ال4 سلاسل اللي بعدهم اللي هما رقم 6 عندنا. هتشتغلي كده العمود التالت تسيبي منه لفة، والعمود الرابع تسيبي منه لفة. عندنا 5 لفات على الإبرة، بناخدهم كلهم مع بعض، و6 سلاسل. 1 2 3 4 5 6. وهو ده الجزء اللي بيتكرر معايا جوه ال6 سلاسل دول. الستة من ال4 سلاسل بنشتغل 3 غرز كلاستر، 1 2 3، وما بين كل واحدة وواحدة 4 سلاسل. فبتكرري، تاخدي لفتين على الإبرة وتدخلي تشتغلي أول غرزة كلاستر من ال3. بعد كده بعد ما اشتغلنا أول عمودين منها، بنروح على ال4 سلاسل رقم 2، نشتغل تالت عمود ورابع عمود، وبعدين بناخد اللفات مع بعض ونشتغل 6 سلاسل. تمام، هو ده كده الجزء اللي بيتكرر معاكي لحد اخر سطر، انك بتشتغلي جوه كل 2 من ال4 سلاسل بتشتغلي غرزة كلاستر من 4 أعمدة، والعمود فيها بلفتين، وبعدها 6 سلاسل. هتكرري كده لحد اخر السطر. بعد ما كررتي وصلتي لاخر السطر واشتغلتي اخر 6 سلاسل، هنا بنقفل بمنزلقة مكان ما قفلنا الأعمدة مع بعض. تدخلي كده بنفس الطريقة دي وبتسحبي اللفة وبتعديها من اللفة اللي على الإبرة بمنزلقة. وده كده شكل السطر ال12. واحنا عندنا في السطر ال12 غرزة الكلاستر 6 سلاسل متكررين معانا 30 مرة. السطر ال13 بدايته هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، وهندخل على غرزة الكلاستر مطرح ما قفلنا الأعمدة مع بعض، تشتغلي عمود، فكده يعتبر اشتغلنا عمودين. بعده بتشتغلي سلسلتين وبتدخلي تاني مطرح ما قفلنا الأعمدة، تشتغلي عمودين، 1 2. فاحنا كده على غرزة الكلاستر اشتغلنا صدفة من عمودين سلسلتين عمودين. بعدها بتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4، وبتروحي على غرزة الكلاستر اللي بعدها مطرح ما قفلنا الأعمدة كده، بتدخلي وبتشتغلي صدفة من عمودين، 1 2 سلسلتين وعمودين على نفس قفلة غرزة الكلاستر. بعدها بتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4، وبتكرري. واللي بيتكرر معاكي هو ده، انك بتدخلي كده على غرزة الكلاستر مطرح ما قفلنا الأعمدة وتشتغلي صدفة من عمودين سلسلتين، وترجعي تاني تشتغلي العمودين. بعد ما بتشتغلي الصدفة اللي من عمودين سلسلتين عمودين بتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4. هو ده كده الجزء اللي هيتكرر معاكي لحد اخر السطر، وهيتكرر برضو معاكي 30 مرة. اخر السطر ال13 بعد ما اشتغلتي ال4 سلاسل بتدخلي وتقفلي المنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر ال14 بدايته هندخل بمنزلقة على العمود، يعني يعتبر على تاني عمود، ومنزلقة جوه السلسلتين. احنا هنشتغل جوه السلسلتين بتوع الصدفة نفس الصدفة من عمودين سلسلتين عمودين، هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم اول عمود، وهتدخلي تشتغلي عمودين سلسلتين عمودين. يبقى احنا كده جوه سلسلتين الصدفة اشتغلنا صدفة من عمودين سلسلتين عمودين، وده كده بداية السطر ال14. هتشتغلي سلسلتين، واحنا هنا هننزل تحت السطرين اللي هو السطر ال4 سلاسل والسطر ال6 سلاسل، هتنزلي تحتهم كده وتشتغلي غرزة حشو سلسلتين، وبتكرري. هتدخلي جوه سلسلتين الصدفة تشتغلي عمودين سلسلتين وعمودين، يعني نفس الصدفة من عمودين سلسلتين عمودين. هنا بقى بنشتغلها جوه سلاسل الصدفة سلسلتين، وبتنزلي تحت السطرين، تنزلي كده في النص بالظبط
وتشتغلي غوصة حشو، سلسلتين وبتكرري. هو ده الجزء اللي هيتكرر معاكي لحد اخر الصدف. بتشتغلي جوه سلسلتين الصدفة، صدفة من عمودين، سلسلتين عمودين، وبعدهم سلسلتين، وتنزلي كده تحت السطرين تشتغلي غوصة حشو وبعدين بتشتغلي سلسلتين. هو ده كده الجزء اللي بيتكرر معاكي. اخر السطر بعد ما كررتي واشتغلتي سلسلتين حشو سلسلتين، بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر الخمستاشر بدايته هتدخلي منزلقة يعتبر على تاني عمود ومنزلقة جوه السلسلتين، هترتفعي تلات سلاسل باعتبارهم عمود وتشتغلي جوه سلسلتين الصدفة اللي تحت عمود، فكده اعتبر اشتغلنا عمودين. هتشتغلي سلسلتين وتدخلي تكملي الصدفة بالعمودين، واحد اتنين. بعد كده بتشتغلي ست سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، والجزء هيبدأ يتكرر معاكي. فهتدخلي جوه سلسلتين الصدفة والتكرار عندك هيبدأ من أول الصدفة. هتشتغلي جوه سلسلتين صدفة من عمودين، سلسلتين عمودين، وبعد الصدفة بتشتغلي ست سلاسل، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ست. هتكرري كده صدفة ست سلاسل لحد آخر الصدفة. اخر السطر الخمستاشر بعد ما اشتغلتي الست سلاسل، بتدخلي وبتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر الستاشر بتدخلي برضو بمنزلقة على العمود ومنزلقة جوه السلسلتين، وهترتفعي تلات سلاسل باعتبارهم عمود، وبتشتغلي نفس الصدفة اللي هي ارتفاع ثلاث سلاسل عمود وبعدها سلسلتين وعمودين. وبنشتغلها جوه سلسلتين الصدفة اللي تحت. هتشتغلي ست سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، وبيبدأ معاك التكرار وهو هو نفس السطر اللي تحت. بتشتغلي جوه سلسلتين الصدفة اللي في السطر اللي تحت، صدفة من عمودين، سلسلتين عمودين، وبعدها بتشتغلي ست سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. بتكرري كده صدفة ست سلاسل لحد اخر السطر. اخر السطر بعد ما كررتي واشتغلتي الست سلاسل، بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر السبعتاشر بنشتغله برضه بنفس الطريقة. بتدخلي بمنزلقة على تاني عمود ومنزلقة جوه السلسلتين، وترتفعي التلات سلاسل، تشتغلي عمود سلسلتين وعمودين، واحد اتنين. يبقى احنا كده اشتغلنا صدفة من عمودين سلسلتين عمودين. هتشتغلي ست سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، وبتكرري. بتشتغلي الصدفة وبعدها ست سلاسل، هتكرري كده لحد اخر السطر. ده كده شكل السطر السبعتاشر، تمام. واحنا كده اشتغلنا ثلاث سطور فوق بعض، كان عبارة عن صدفة ست سلاسل. اخر السطر بعد ما اشتغلتي اخر ست سلاسل، بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر التمنتاشر بدايته هتدخلي بمنزلقة جوه العمود ومنزلقة جوه السلاسل، وهترتفعي تلات سلاسل وتشتغلي عمود. واحنا هنا الصدفة هتبقى عندنا من عمودين خمس سلاسل عمودين، فهتشتغلي خمس سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وتدخلي تاني جوه السلسلتين تشتغلي عمودين. يبقى احنا كده اشتغلنا صدفة من عمودين خمس سلاسل عمودين. هتشتغلي تلات سلاسل، واحد اتنين تلاتة، واحنا هنا عندنا تلات سطور من الست سلاسل. هتسيبي اول واحد والتاني وتنزلي تحت التالت كده وتشتغلي غوزة حشو، توسطني ايدك كده وانت بتشتغلي غوزة الحشو. تلات سلاسل، واحد اتنين تلاتة، وهتروحي على سلسلتين الصدفة تشتغلي صدفة من عمودين وسلسلتين
وعمودي. يبقى احنا هنا مرة هنشتغل الصدفة ما بين العمودين والعمودين 5 سلاسل، ومرة هيبقوا سلسلتين اتنين بس. وبكده الجزء بدل ما كان تحت بيتكرر معاكي 30 مرة، الجزء هيتكرر 15 مرة. هتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، وهتسيبي اول سطر والتاني والتالت تنزلي كده تحته وتشتغلي غرزات حشو و3 سلاسل، 1 2 3، ويبدأ الجزء يتكرر معاكي. وتاخدي بالك كده وانتي بتكرري ان مرة الصدفة هيبقى ما بين العمودين والعمودين اللي بعدهم 5 سلاسل، ومرة هتبقى سلسلتي. يبقى اللي انا هشتغله معاكي ده هو اللي هتكرري، بتشتغلي صدفة من عمودين و5 سلاسل وعمودين. تمام، يبقى هنا الصدفة من عمودين 5 سلاسل عمودين. بعدها بتشتغلي 3 سلاسل وبتنزلي كده تحت السطر، اول سطر من التلاتة تشتغلي غرزة حشو، 3 سلاسل، والصدفة اللي بعدها بتبقى من ايه؟ من عمودين سلسلتين، عمودين وسلسلتين وعمودين، 3 سلاسل، وبتنزلي تحت السطر الأول من ال6 سلاسل تشتغلي غرزة حشو، 3 سلاسل، وبتكرري. تاخدي بالك كده ان مرة هيبقى الصدفة من 5 سلاسل، ومرة هتبقى سلسلتين. يبقى الجزء ده كده بيتكرر معاكي لحد اخر السطر، وفي اخر السطر هيبقى اخر صدفة عندك هتبقى من عمودين سلسلتين عمودين. بعد ما كررتي وصلتي لاخر السطر ده كده الشكل عندك. ومرة اشتغلتي 5 سلاسل ما بين عمودين الصدفة والعمودين اللي بعدهم، ومرة اشتغلتي سلسلتين، واخر السطر بيبقى عندك الصدفة اللي فيها سلسلتين. اخر السطر 18، بعد ما اشتغلتي 3 سلاسل حشو 3 سلاسل، بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة سلاسل الارتفاع. السطر 19، بدايته بندخل بمنزلقة على العمود ومنزلقة جوه ال5 سلاسل. واحنا هنا هنشتغل جوه ال5 سلاسل 11 عمود، فهترتفعي 3 سلاسل، ودول كده يعتبروا اول عمود من ال11. هتشتغلي بعد كده 10 اعمال، ده كده يعتبر تاني عمود. تمام كده 3 4 5 6 7 8 9 10 11. يبقى احنا كده دفعنا 3 سلاسل واشتغلنا 10 اعمدة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. يبقى الإجمالي عندك 11 عمود. بعد ما اشتغلتي 11 عمود هتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4. بعد كده بتروحي على السلسلتين. تمام، جوه سلسلتين الصدفة، مرة احنا بنشتغل جوه ال5 سلاسل 11 عمود وبعدهم 4 سلاسل، اما جوه السلسلتين هتشتغلي 4 أعمدة، 1 2 3 4، وبعدهم 4 سلاسل، 1 2 3 4. يبقى انت اللي بيتكرر معاكي هو اللي انا اشتغلته معاكي دلوقتي. جوه الصدفة اللي فيها 5 سلاسل بتشتغلي جوه ال5 سلاسل 11 عمود، وال11 عمود دول هيتكون فوقيهم ورقتين شجر وفوقيها أناناسة، يبقى الأناناسة هتتكون فوق ال11 عمود. تمام، بعد ال11 عمود بتشتغلي 4 سلاسل وبعدهم 4 أعمدة بتشتغليهم جوه السلسلتين، وفوق ال4 أعمدة دول هيمشوا معاكي 4 أعمدة برضو كده لحد ما نوصل لحد السطور اللي بتخلص فيها ال4 أعمدة، وبعد كده 4 سلاسل. يبقى السطر كله ماشي معاكي 11 عمود 4 سلاسل، وبعد كده 4 أعمدة 11 4 سلاسل. تمام، هو ده كده الجزء اللي بيتكرر معاكي لحد آخر السطر.
بعد ما قررت وصلت لآخر السطر، والسطر كله مشى معاك عبارة عن 11 عمود 4 سلاسل، وبعدين 4 أعمدة 4 سلاسل. آخر السطر بتشتغلي آخر 4 سلاسل 1 2 3 4، وبتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. ده كده شكل السطر عندك. السطر ال20 بدايته هترتفعي 3 سلاسل 1 2 3، ودول بنعتبرهم أول عمود. احنا تحت عندنا 11 عمود، هنشتغل على اول 6 اعمده منهم على كل عمود عمود، كده يعتبر اشتغلنا اول عمود. هتدخلي على العمود الاول اللي هو بعد ارتفاع السلاسل وتشتغلي عمود، فكده يعتبر اشتغلنا عمودين. تشتغلي على عمود عمود كده 3، على العمود اللي بعده عمود كده 4، وعلى العمود اللي بعده عمود فكده 5، وكده 6. يبقى احنا كده اشتغلنا على اول 6 اعمدة على كل عمود عمود. لما بتكرري بتشتغلي كده على اول 6 اعمدة على كل عمود عمود، يعني بدل ارتفاع السلاسل بتشتغلي عمود. هتشتغلي بعد كده سلسلتين، وعلى نفس العمود السادس اللي اشتغلتي عليه العمود وبعده سلسلتين هتدخلي تشتغلي عمود، وهنبدأ نشتغل 6 اعمدة. كان اول عمود منهم اللي اشتغلناه على نفس العمود. هتشتغلي بعد كده تاني عمود كده 3 4 5 6. يبقى احنا كده على 11 عمود اشتغلنا 6 اعمدة سلسلتين 6 اعمدة، وعلى العمود السادس اشتغلنا عمود سلسلتين عمود عشان ما تتلخبطيش. تمام. بعد كده بتشتغلي 3 سلاسل، يعني اقل سلسلة عن السطر اللي تحت، وعندنا 4 اعمدة هنشتغل على كل عمود منهم عمود. 1 2 3 4، وبعد الأربع أعمدة بتشتغلي 3 سلاسل. وهو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي. واحنا عندنا هنا هيتكون ورقتين شجر، واحدة قبل السلسلتين وواحدة بعد السلسلتين. هتكرري كده، ولما بتيجي تكرري بتشتغلي بدل ارتفاع السلاسل عمود. هتكرري كده لحد آخر السطر. آخر السطر بعد ما كررتي واشتغلتي آخر 4 آخر 3 سلاسل هتدخلي بمنطلقة على اول على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. ده كده الشكل عندك. السطر ال21 هترتفعي 3 سلاسل، كده اعتبر اشتغلنا على اول عمود عمود. هنشتغل بعد كده على كل عمود عمود، فكده ده يعتبر تاني عمود كده 3 4 5 6. يبقى احنا كده اشتغلنا على 6 اعمدة على كل عمود عمود. جوه السلسلتين هتشتغلي عمود 5 سلاسل 1 2 3 4 5، وترجعي تاني تشتغلي جوه السلسلتين عمود. فكده احنا بقى عندنا 7 اعمدة 5 سلاسل. تمام. بعد ما اشتغلتي العمود هتشتغلي على كل عمود من 6 عمود كده 2 3 4 5 6، وبالعمود اللي اشتغلناه جوه السلسلتين فكده بقى عندنا 7 أعمدة. يعني الجزء ده عندك بقى عبارة عن 7 أعمدة، 5 سلاسل 7 أعمدة. هتشتغلي بعد كده سلسلتين، يعني أقل سلسلة عن السطر اللي تحت، وبتشتغلي على كل عمود من الأربعة عمود. 1 2 3 4، وبعدين سلسلتين، وبتبدأي تكرري. بتشتغلي بدل ارتفاع السلاسل بتشتغلي على أول عمود عمود، وهتكرري كده من أول ما اشتغلنا العمود لحد ما اشتغلنا السلسلتين اللي بعد الأربع عمود. هو ده كده الجزء اللي هيكرر معاكي لحد آخر الصف. اخر السطر بعد ما كررتي واشتغلتي اخر سلسلتين بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. وده كده شكل الجزء في السطر ال21. السطر ال22 بدايته هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود اشتغلناه على اول عمود. واحنا هنا هنشتغل على اول 5 اعمدة على كل عمود عمود، فكده يعتبر اشتغلنا اول عمود من الخمسة. هتشتغلي كده تاني عمود على تاني عمود كده 3 4 5.
يبقى احنا كده اشتغلنا 5 أعمدة، ودي كده ورقة الشجرة الأولى. تمام، هنا بقى جوه السلاسل هنشتغل 9 أعمدة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وهنا فوق ال9 أعمدة هتتكون عندنا الأناناسة. تمام، نعد كده مع بعض، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 9 أعمدة، وما فيش فرق سلاسل ما بين ال5 أعمدة وال9 أعمدة اللي جوه ال5 سلاسل. تمام، يبقى احنا هنا سيبنا العمودين اللي قبل ال9 أعمدة، هتسيبي العمودين اللي بعدهم برضو، فهتسيبي عمود 2 وهيبقى باقي عندك 5 أعمدة، هتشتغلي على كل عمود منهم عمود. ودي ورقة الشجر التانية، كده 3 4 5، يعني الجزء ده عندك عبارة عن 5 أعمدة و9 أعمدة جوه ال5 سلاسل، وبعدين 5 أعمدة. سيبنا العمودين اللي قبلهم قبل ال9 أعمدة والعمودين اللي بعدهم، هتشتغلي سلسلتين وهتشتغلي على كل عمود من ال4 عمود، اتنين تلاتة أربعة. بعد العمود الرابع بتشتغلي سلسلتين ويبدأ معاك التكرار، بدل ال3 سلاسل بتشتغلي عمود على أول عمود، وتشتغلي بقى كده 5 أعمدة، وتكرري من اول العمود لحد السلسلتين اللي بعد ال4 أعمدة، هتكرري الجزء ده كده لحد اخر السطر، اخر السطر ال22. بعد ما كررتي واشتغلتي اخر سلسلتين هتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر 23 هنشتغل على اول 3 أعمدة 3 أعمدة، فهترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم اول عمود اشتغلناه على اول عمود، هتشتغلي على العمود التاني عمود وعلى التالت عمود، كده قالوا معانا عدد الأعمدة وبقوا 3 بس عشان يدينا شكل ورقة الشجر. هتشتغلي بعد كده سلسلة، واحنا هنا عندنا 9 أعمدة، هنشتغل على كل عمود عمود وبعده سلسلة، كده عمود سلسلة 2 وسلسلة، العمود الثالث وبعده سلسلة 4 سلسلة، 5 6، بعد السلسلة بتشتغلي العمود السابع وسلسلة، كده 8 سلسلة 9. يبقى احنا كده اشتغلنا في الاول 3 أعمدة وبعدين سلسلة، وبعدين اشتغلنا على كل عمود من ال9 عمود وبعده سلسلة. بعد العمود التاسع بتشتغلي سلسلة وبتسيبي عمودين، 1 2، وبتشتغلي على ال3 أعمدة على كل عمود عمود. يبقى احنا كده سيبنا العمودين اللي قبل اول عمود من 9، وسيبنا العمودين اللي بعد اخر عمود من 9، وبعد كده لما اشتغلنا ال3 أعمدة هتشتغلي سلسلتين وتشتغلي على كل عمود من ال4 عمود، 1 2 3 4، وسلسلتين، وتبدأي تكرري، هتشتغلي 3 أعمدة على كل عمود عمود، يعني بدل ارتفاع ال3 سلاسل بتشتغلي عمود، هتكرري كده من أول عمود من 3 لحد السلسلتين اللي بعد ال4 أعمدة، هو ده كده الجزء اللي هيكرر معاكي لحد آخر السطر. آخر السطر 23، بعد ما كررتي واشتغلتي آخر سلسلتين هتدخلي على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع وتقفلي بمنزلق. السطر 24 بدايته هنشتغل ارتفاع 3 سلاسل، ودول كده بنعتبرهم اشتغلنا عمود على اول عمود، هتشتغلي بعد كده سلسلتين، واحنا كده الجزء ده كده خلاص انتهى معي، هنشتغل في الانانيس.
فكده يعتبر اشتغلنا عمود على اول عمود وبعده سلسلتين. هتدخلي جوه السلسلة، يعني بتسيبي الجزء ده كده وبنشتغل جوه السلسلة اللي كنا شغالين تحت عمود سلسلة. تدخلي جوه اول سلسلة منهم تشتغلي غوزات حشو، وهنبدأ بقى في سلاسل الأنليز. هتشتغلي 3 سلاسل حشو جوه السلسلة اللي بعدها، 3 سلاسل حشو جوه السلسلة اللي بعدها، 3 سلاسل حشو جوه السلسلة، وحشو جوه السلسلة، 3 سلاسل وحشو جوه السلسلة، 3 سلاسل حشو، 3 سلاسل وحشو. يبقى احنا كده اشتغلنا في الأناناسة، اشتغلنا 3 سلاسل، وجوه كل واحدة من السلسلة بنشتغل غوزة حشو. فكده عندنا كلمة 3 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7، ما بين كل واحدة وواحدة عندنا غوزة حشو. بعد ما اشتغلتي السلاسل بتاعة الأناناسة بتشتغلي سلسلتين، 1 2، وهتسيبي الأعمدة، يعني هتسيبي الجزء ده كله وتروحي على آخر عمود تشتغلي عليه عمود. تمام، يبقى احنا كده بنشتغل على أول عمود عمود وبعده سلسلتين، وبعدين بنشتغل في الأناناسة، وبعد ما بنشتغل الحشو اللي بعد 7 3 سلاسل بتشتغلي سلسلتين وعمود على ثالث عمود، يعني على اخر عمود في الجزء. هتشتغلي سلسلتين، وهنروح بقى على الـ4 أعمدة، هنشتغل على كل عمود منهم عمود. وسلسلتين، واحنا زي ما انت شايفة كده الـ4 أعمدة ماشيين فوق بعض زي ما انت شايفة كده صفوف كده. بعد كده بقى بتكرري، فبتشتغلي على اول عمود عمود وسلسلتين، وبتسيبي بقى الجزء ده كله وتروحي على السلسلة اللي ما بين العمود والعمود اللي بعده، بتشتغلي غوزة حشو، وبتشتغلي بقى في سلاسل الأناناسة، والجزء ده بيتكرر معاكي من أول العمود اللي بتشتغليه على أول عمود لحد السلسلتين اللي بعد الـ4 أعمدة، هتكرري كده لحد آخر السطر. ده كده شكل السطر الـ24 زي ما انت شايفة المفرش مفرود معي. اخر السطر الـ24 بعد ما اشتغلتي السلسلتين هتقفلي بمنزلقة على ثالث سلسلة من سلاسل ارتفاع، ويبقى عندك بعدها سلسلتين. السطر الـ25 بدايته بتدخلي بمنزلقة على اول سلسلة ومنزلقة على تاني سلسلة، وهنا هندخل جوه الـ3 سلاسل رقم 1 تشتغلي غوزة حشو. تمام، وهنبدأ نشتغل في سلاسل الأناناس. هتشتغلي 3 سلاسل حشو جوه السلاسل، 3 سلاسل حشو جوه السلاسل، 3 سلاسل حشو جوه السلاسل، يعني هنا الحشو بتبقى جوه السلاسل، 3 سلاسل حشو جوه السلاسل، حشو وحشو جوه السلاسل. فاحنا كده قالوا معانا عدد الـ3 سلاسل وبقوا كام؟ بقوا 6، 1 2 3 4 5 6. بعد ما اشتغلنا السلاسل والحشو بتوع الأناناسة هتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، واحنا هنا هيبقى عندنا قبل الأناناسة 5 سلاسل وبعدها 5 سلاسل، واحنا هنيجي نشتغل الـ5 سلاسل في آخر السطر. بعد كده بتسيبي الجزء ده، احنا كده الجزء ده خلاص معانا، وزي ما انت شايفه ده كده شكله شبه زهرة اللوتس كده. احنا هنا عندنا 4 أعمدة، الـ4 أعمدة دول كده خلاص انتهوا معانا، هنشتغل على اول عمود منهم عمود، وعلى التاني عمود وسلسلتين، وبعد كده بتشتغلي على تاني عمودين على كل عمود عمود. فانت تاخدي بالك كده وانت بتكرري ان في الجزء ده مبقاش فيه 4 أعمدة، بقى فيه عمودين سلسلتين عمودين. هتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبتسيبي بقى السلاسل والعمود والسلاسل، وبتدخلي جوه سلاسل الأناناس، هتشتغلي غرزة حشو 3 سلاسل وبتكرري. تمام، يبقى انت هنا عندك الجزء ده هيبقى عندك قبل الأناناس 5 سلاسل وبعدها 5 سلاسل، وعندك ما بين الأناناسة والأناناسة اللي بعدها هم الـ5 سلاسل، هيبقى عندك عمودين سلسلتين عمودين. تمام، هتكرري بقى كده من أول
ما بتشتغلي غرزة الحشو جوه الثلاث سلاسل، تمام، لحد ما بتشتغلي الخمس سلاسل اللي بعد العمودين. هو ده كده الجزء اللي هيتكرر معاكي لحد اخر السطر. اخر السطر 25، بعد ما كررتي واشتغلتي اخر خمس سلاسل، هنا هنقفل بمنزلقة على غرزة الحشو اللي كنا اشتغلناها جوه السلاسل. هتدخلي كده وتقفلي بمنزلقة، وزي ما انت شايفة كده احنا عندنا قبل الأناناسة في خمس سلاسل وبعدها خمس سلاسل. ده كده بيبقى الشكل عندك، تمام. ده كده الجزء اللي اتكرر معي. السطر 26 بدايته هتدخلي بمنزلقة جوه أول سلاسل، هتدخلي قصدي وتعملي غرزة حشو، يبقى جوه السلاسل اشتغلنا غرزة حشو، تمام. ده كده بداية السطر 26، دخلنا اشتغلنا غرزة حشو جوه أول سلاسل. بعد كده هتشتغلي في الأناناسة، تلات سلاسل حشو، تلات سلاسل حشو، والحشو جوه السلاسل، تلات سلاسل حشو جوه السلاسل، تلات سلاسل حشو جوه السلاسل، تلات سلاسل حشو جوه السلاسل. فاحنا كده بقى عندنا من التلات سلاسل خمسة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. بعد الأناناسة هتشتغلي خمس سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وبتروحي على طول على الأعمدة، تمام. يعني خمس سلاسل بيعدوا كده من فوق الخمس سلاسل. هتشتغلي عمودين على كل عمود عمود، وهنا هنزود وهنشتغل خمس سلاسل. احنا في السطر اللي تحت كانوا اتنين، هنا هيبقوا خمسة، كده اتنين تلاتة اربعة خمسة. وهتشتغلي على العمودين اللي بعدهم عمودين، على كل عمود عمود، واحد اتنين وخمس سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. يبقى انت عندك خمس سلاسل بعد الأناناسة، وبعدين عمودين على كل عمود عمود، خمس سلاسل عمودين على كل عمود عمود، وخمس سلاسل. ويبدأ بقى معاك التكرار، بتشتغلي غرزة الحشو جوه التلات سلاسل، وبعدين تلات سلاسل حشو بتكرري. احنا اول السطر زي ما انت شايفة كده عشان اتلخبط، دخلنا بغرزة حشو على اول سلاسل، تمام. هتكرري كده من اول الحشو تلات سلاسل لحد الخمس سلاسل اللي بعد العمودين. هو ده كده الجزء اللي بيتكرر معاكي لحد اخر السطر. اخر السطر 26، بعد ما كررتي واشتغلتي اخر خمس سلاسل، بتقفلي منزلقة على غرزة الحشو اللي اشتغلناها في اول السطر اللي تحت. وده كده شكل السطر عندك. السطر 27 بدايته بنشتغل في الأناناس، فهتدخلي بمنزلقة جوه أول تلات سلاسل وتشتغلي غرزة حشو جوه السلاسل. هتشتغلي بعد كده تلات سلاسل وتشتغلي غرزة حشو جوه التلات سلاسل، تلات سلاسل غرزة حشو، تلات سلاسل غرزة حشو جوه السلاسل، تلات سلاسل وغرزة حشو جوه السلاسل. واحنا كده بقى عندنا اربعة من التلات سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة. هتشتغلي خمس سلاسل اللي بيبقوا بعد الأناناس، واحنا هنا عندنا عمودين، خمس سلاسل عمودين على كل عمود من الاتنين. هتشتغلي عمود، عمود على اول عمود وعمود على التاني. بعد كده بتشتغلي سلسلتين وبتدخلي جوه الخمس سلاسل، تشتغلي عمود سلسلتين عمود. بعد ما اشتغلتي العمود سلسلتين عمود، بتشتغلي سلسلتين، وهنا عندنا العمودين، هتشتغلي على كل عمود عمود. يبقى كده ده الشكل عندك اللي هيبقى ما بين الأناناسة واللي بعدها. هتشتغلي خمس سلاسل وتبتدي تكرري، بتشتغلي في الأناناسة فبتشتغلي غرزة حشو تلات سلاسل، غرزة حشو تلات سلاسل، وبتكرري. يبقى التكرار عندك من اول غرزة حشو اشتغلناها جوه اول تلات سلاسل لحد الخمس سلاسل اللي بعد العمودين. هو ده كده الجزء اللي بيتكرر معاكي لحد اخر السطر. اخر السطر 27، ده كده شكله عندنا، تمام. بعد ما كررتي واشتغلتي اخر خمس سلاسل، هتدخلي وتقفلي بمنزلقة على غرزة الحشو اللي اشتغلناها في اول السطر. احنا كده فاضل لنا خلاص سطور بسيطة وتخلص معانا الأناناسة. السطر 28 بدايته هتدخلي على أول على أول سلسلة من التلاتة بمنزلقة، وهتشتغلي غرزة حشو، ودي أول غرزة حشو جوه أول تلات سلاسل. هتشتغلي تلات سلاسل، واحد اتنين تلاتة غرزة حشو جوه السلاسل، واحد اتنين تلاتة غرزة حشو،
واحد اتنين تلاتة غرزة حشو. فاحنا كده قالوا معانا عدد الثلاث سلاسل وبقوا تلاتة بس، واحد اتنين تلاتة، هو بين كل تلاتة وتلاتة غرزة حشو. هتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. وهنشتغل بقى في الشكل اللي هيبقى ما بين القناصة واللي بعدها. عندنا أول عمودين، هنشتغل على كل عمود عمود، سلسلتين، وعندنا عمود سلسلتين عمود، هنشتغل على أول عمود عمود، يبقى الشغل العمود على أول عمود اهو. تمام. هتدخلي بعد كده هتشتغلي السلسلة، هتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي عمود كده، واحد وسلسلة، اتنين سلسلة، تلاتة سلسلة، أربعة وسلسلة. بعد كده هتشتغلي على العمود بعد السلسلة، هتشتغلي على العمود اللي بعد السلسلتين عمود. فاحنا كده في الجزء ده بقى عندنا 6 من العمود، عندنا كده 1 2 3 4 5 6، وعندنا من السلسلة 5، 1 2 3 4 5. يبقى الجزء ده تاخدي بالك، تشتغلي على أول عمود عمود وبعده سلسلة، وهنا جوه السلاسل هتشتغلي 4 أعمدة ما بين كل عمود وعمود سلسلة، وعلى العمود بتشتغلي عمود. فكده عندك من العمود 6، ما بين كل عمود من الستة واللي بعده سلسلة، هتشتغلي بعد كده سلسلتين. يبقى الفرق ما بين العمودين والجزء ده سلسلتين، وما بين الجزء ده والعمودين سلسلتين برضه، هتشتغلي على العمودين على كل عمود عمود. وخمس سلاسل، وبيبدأ معاكي التكرار. يبقى اللي هيكرر معاكي انك هتدخلي جوه سلاسل الأناناسة وتشتغلي حشو 3 سلاسل وبتكرري. يبقى الجزء اللي هيكرر معاكي من اول ما بنشتغل غرزة الحشو جوه اول واحدة من ال3 سلاسل لحد ال5 سلاسل اللي بعد الشكل اللي ما بين الأناناسة واللي بعدها، هتكرري كده لحد اخر السطر، اخر السطر 28. بعد ما اشتغلتي اخر 5 سلاسل بتقفلي بمنزلقة على غرزة الحشو اللي اشتغلناها في اول السطر، وده كده شكل الجزء في السطر. السطر 29 بدايتها هتدخلي بمنزلقة على اول سلسلة من التلاتة، وهتشتغلي غرزة حشو جوه ال3 سلاسل، وده كده بداية السطر معانا. اشتغلنا في الأناناسة، اشتغلنا غرزة حشو جوه اول 3 سلاسل، هتشتغلي 3 سلاسل وتشتغلي غرزة حشو، 3 سلاسل وغرزة حشو. فكده نقصوا معانا السلاسل وبقوا 2 من ال3 سلاسل، 1 2. بعد كده بتشتغلي 5 سلاسل، وبنروح بقى نشتغل في الشكل اللي هيبقى ما بين الأناناسة واللي بعدها. على العمودين هتشتغلي على كل عمود عمود، فكده بقى عندنا عمودين على كل عمود عمود. تشتغلي بعد كده سلسلتين، 1 2، واحنا هنا عندنا 5 من السلسلة، 1 2 3 4 5. بتدخلي جوه اول سلسلة اللي هي ما بين العمود الاول والتاني، تشتغلي جواها عمود سلسلتين عمود، هتشتغلي بعد كده سلسلتين، وبتسيبي سلسلة وتروحي على اللي بعدها اللي هي هتبقى ما بين العمود التالت والربع، تشتغلي جواها عمود سلسلتين عمود وسلسلتين، بتسيبي السلسلة وتشتغلي جوه السلسلة اللي هي الأخيرة اللي هي ما بين العمود الخامس والسادس، تشتغلي عمود وسلسلتين وعمود. فكده بقى عندنا 3 من العمود سلسلتين عمود، واحدة جوه أول سلسلة وواحدة جوه تالت سلسلة وواحدة جوه الخمسة، وما بين كل عمود سلسلتين عمود واللي بعدهم سلسلتين. تمام. هتشتغلي بعد كده سلسلتين، وعلى العمودين هتشتغلي على كل عمود عمود. ده كده هيبقى الشكل عندك اللي بعد الأناناسة. اشتغلي بعد كده 5 سلاسل وتبدأي تشتغلي في الأناناسة، وخلاص بقى الأناناسة ايه بتخلص معي، تشتغلي حشو 3 سلاسل، حشو 3 سلاسل، حشو، وال5 سلاسل بقى، وبتبتدي تكرر. يبقى التكرار عندك من أول غرزة حشو بنشتغلها بيبقى عندنا 2 بس من ال3 سلاسل لحد ال5 سلاسل اللي قبل الأناناسة التانية، هتكرري الجزء ده كده لحد آخر السطر. بعد ما كررتي وصلتي لآخر السطر 29، وده كده شكل المفرش في السطر 29.
اخر السطر بعد ما اشتغلتي اخر 5 سلاسل هتدخلي تقفلي بمنزلقة على غرزة الحشو اللي اشتغلناها في اول السطر اللي تحت. السطر 30 بدايته بندخل بمنزلقة على اول سلسلة وتشتغلي غرزة حشو جوه ال3 سلاسل. هتشتغلي 3 سلاسل وغرزة حشو، واحنا كده قالوا معانا ال3 سلاسل وبقوا واحدة بس. بعد كده بتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، واحنا هنا عندنا عمودين، هنشتغل على كل عمود منهم عمود، واحد وعلى العمود التاني عمود، سلسلتين، وبتدخلي جوه السلسلتين اللي ما بين العمود والعمود، يعني احنا هنا عندنا عمود سلسلتين عمود، هتدخلي جواهم وتشتغلي عمودين سلسلتين عمودين، يعني بعد ما كانوا عمود سلسلتين عمود بقوا عمودين سلسلتين عمودين. هتشتغلي سلسلتين وتروحي على السلسلتين اللي ما بين العمودين اللي بعدهم، احنا هنا كان عندنا 3 من العمود سلسلتين عمود، كده هنشتغل جوه تاني واحدة. هتشتغلي برضو نفس الصدف، عمودين سلسلتين عمودين سلسلتين، وندخل جوه السلسلتين اللي ما بين العمود سلسلتين عمود، نشتغل برضو عمودين سلسلتين عمودين. تمام، بقى عندنا برضو 3 من العمودين سلسلتين عمودين، وما بينهم ما بين كل واحدة وواحدة سلسلتين، عندنا 1 2 3. هتشتغلي سلسلتين وعلى العمودين هتشتغلي على كل عمود عمود. فده كده الشكل عندك، احفظيه كده عشان ما تكرر. هتشتغلي بعد كده ال5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبيبدأ معاكي التكرار، والتكرار هو انك بتدخلي تشتغلي غرزة حشو 3 سلاسل غرزة حشو وبتكرري، وكده خلصت معانا الأنانيسة. زي ما انت شايفة كده بقى عندنا واحدة بس من ال3 سلاسل. تمام، فانت دلوقتي الجزء اللي هتكرريه من اول ال3 سلاسل بتوع من اول غرزة الحشو بتاعت الأنانيسة، وبعدها 3 سلاسل حشو لحد ال5 سلاسل اللي بعد الشكل. تمام، يعني اللي بعد العمودين هتكرري كده لحد اخر السطر. بعد ما كررتي ووصلتي لاخر السطر واشتغلتي ال5 سلاسل هتقفلي بمنزلقه على غرزه الحشو اللي في اول السطر اللي تحت، وده كده شكل الجزء في السطر ال30. وزي ما انت شايفه الاناناسه خلصت معايا. السطر 31 بدايته هتدخلي بمنزلقه على اول سلسله من التلاته وهتشتغلي غرزة حشو، وكده بقى عندنا غرزة حشو واحدة بس، مفيش بقى سلاسل بتاعة الأناناس. بعد كده هتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4، يعني قالوا معانا سلسلة عن السطور اللي تحت، تحت كانوا 5 هنا 4، عندنا عمودين هنشتغل على كل عمود عمود. بعد العمودين بتشتغلي سلسلتين، واحنا هنا عندنا صدفة من عمودين سلسلتين عمودين، عندنا الصدفة متكررة 3 مرات، دي كده اسمها صدفة. تمام، هندخل جوه السلسلتين، يعني بتسيبي الجزء ده كده وتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي صدفة من عمودين 3 سلاسل عمودين، بس هنا الصدفة بغرزة الكلاستر، فهتشتغلي اول عمود تسيبي منه لفة على الابرة، وتاني عمود تسيبي منه لفة على الابرة، وبتاخدي 3 لفات مع بعض وتشتغلي 3 سلاسل. تدخلي تاني تشتغلي عمودين بنفس الطريقة، تشتغلي كل عمود وتسيبي منه لفة على الإبرة وتاخدي 3 لفات مع بعض. كده احنا اشتغلنا أول صدفة جوه أول صدفة، صدفة من عمودين 3 سلاسل عمودين والأعمدة هنا بغرزة الكلاستر. بعد كده بتشتغلي سلسلتين، وجوه الصدفة التانية هنشتغل بنفس الطريقة كده، بس هيبقى عندنا 3 من غرزة الكلاستر، فهتشتغلي كده اول غرزة كلاستر من عمودين، بعدها 3 سلاسل، تاني غرزة كلاستر من عمودين، بعدها 3 سلاسل، تالت غرزة كلاستر. فكده احنا اشتغلنا جوه تاني صدفة 3 من العمودين بغرزة الكلاستر، وما بين كل 2 و2 3 سلاسل، فعندنا
اتنين من التلات سلاسل، هتشتغلي سلسلتين. والصدفة التالتة بنشتغل زي الصدفة الأولى كده، بتشتغلي عمودين بغرزة الكلاستر وتلات سلاسل وعمودين، وده كده بيبقى الشكل عندك. تمام، احفظيه كده عشان لما تيجي تكرر. بعد كده بتشتغلي سلسلتين وعندك العمودين، هتشتغلي على كل عمود عمود، واحد اتنين. يبقى احنا عندنا ما بين الصدفات سلسلتين اتنين بس، اما جوه في الصدفة من جوه تلات سلاسل. بعد العمودين هتشتغلي اربع سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة، وتشتغلي غرزة حشو جوه التلات سلاسل بتوع الأناناس. أربع سلاسل، واحد اتنين تلاتة أربعة، وبيبدأ بقى معاكي التكرار. فاحنا المرة دي التكرار عندنا هيبقى من أول العمودين، تمام، عشان يبقى سهل عليكي كده تفهمي. هو ده كده الشكل اللي بيتكرر معاكي، هتكرري كده لحد آخر السطر. آخر السطر الـ31، بعد ما كررتي وده كده الشكل عندك واشتغلتي اخر اربع سلاسل، هنقفل بمنزلقه على اول غرزه حشو في السطر اللي تحت. تدخلي كده وتقفلي بمنزلقه، وده كده شكل السطر الـ31. ده كده شكل الجزء فيه، خلصت معانا الانهاسه. واحنا السطر اللي هنشتغله دلوقتي هو اخر سطر في المفرش، السطر الـ32، وده اخر سطر معانا في المفرش. فاحنا هندخل بمنزلقات على الاربع سلاسل. تدخلي كده على اول سلسله بمنزلقه، وعلى الثانيه بمنزلقه، منزلقة على التالتة، منزلقة على الرابعة، ومنزلقة على أول عمود عندنا. احنا هنا عندنا عمودين، هندخل بمنزلقة على أول عمود منهم، وهنبدأ السطر الـ32 من على أول عمود من الاتنين. واحنا هنا هنشتغل على كل عمود عمود بلفتين، فهترتفعي أربع سلاسل، ودول بنعتبرهم عمود بلفتين اشتغلناه على أول عمود. هتاخدي لفتين على الإبرة، وعلى تاني عمود هتشتغلي عمود بلفتين. فلما هتيجي تكرري هتشتغلي على العمودين، على كل عمود عمود بلفتين. واحنا عندنا السطر الـ32 اخر سطر في المفرش، فهنشتغله بغرز البيكو. ففي الاول هتشتغلي اربع سلاسل، ودول بيبقوا فرق ما بين العمودين وما بين الشغل اللي هنشتغله في الجزء ده. هتاخدي لفة على الابرة، وهنا هنشتغل بغرزة الكلاستر. هتشتغلي غرزة كلاستر من عمودين، وعليها بتشتغلي غرزة بيكو من اربع سلاسل. فبتشتغلي اربع سلاسل وبتقفلي بغرزة حشو، يعني هنا هنقفل غرزة البيكو بغرزة حشو مش بغرزة منزلقة. هتسحبي اللفة كده وتاخدي اللفتين مع بعض، فاحنا كده قفلنا غرزة البيكو بغرزة حشو. هتدخلي وتشتغلي تاني غرزة كلاستر من عمودين، وعليها هتشتغلي غرزة بيكو من أربع سلاسل. فبتشتغلي أربع سلاسل وبتدخلي على أول سلسلة بتقفلي غرزة البيكو بغرزة حشو، هتدخلي تاني وتشتغلي تالت غرزة كلاستر. يبقى احنا كده جوه اول تلات سلاسل من الصدفة الاولى اشتغلنا تلات غرز كلاستر، الغرزة فيهم من عمودين، وبين كل غرزة وغرزة اشتغلنا غرزة بيكو، فبقى عندنا اتنين من غرزة البيكو. هتتنقلي على طول للتلات سلاسل، احنا عندنا هنا اتنين من التلات سلاسل، هنشتغل جوه اول تلات سلاسل منهم نفس الكلام ده كده. فهتشتغلي غرزة كلاستر من عمودين، وعليها غرزة بيكو من أربع سلاسل، وبنقفلها بحشو. تاني غرزة كلاستر، وبنشتغل عليها غرزة بيكو من أربع سلاسل، وبنقفل بغرزة حشو على أول سلسلة، على أول سلسلة من الأربعة. تالت غرزة بيكو هتشتغليها بنفس الطريقة أنا بشتغلها معاكي كده، وهتروحي رايحة على طول على التلات سلاسل اللي بعدهم تشتغلي غرزة الكلاستر الأولى. يبقى احنا كده غرزة الكلاستر التالتة هنشبكها في غرزة الكلاستر الأولى، فهتدخلي كده على التلات سلاسل اللي بعدهم وتشتغلي غرزة كلاستر من عمودين. هنا بقى عندك خمس لفات، الأربع لفات بتوع غرزتين الكلاستر واللفة الأساسية، تاخديهم كده مع بعض بسحبة واحدة، وبتشتغلي غرزة بيكو من أربع سلاسل. فبتشتغلي أربع سلاسل وتقفلي بغرزة حشو على اول ايه سلسلة. يبقى انت هتاخدي بالك هنا ان احنا كده اشتغلنا تلات غرز كلاستر، غرزة الكلاستر التالتة شبكناها في غرزة الكلاستر الاولى. يبقى احنا هنا نرجع كده عشان برضو ايه ما تتلخبطيش، احنا بنشتغل تلات غرز كلاستر جوه كل واحدة من التلات سلاسل،
وغوصة الكلاستر من عمودين، تمام؟ بعد كده بنشتغل على كل غوصة كلاستر الأولى والتانية بنشتغل عليهم بيكو، أما التالتة ما بنشتغلش عليها بيكو. هنا برضو اشتغلنا بنفس الطريقة بس التالتة شبكناها مع الأولى في اللي بعدها، تمام؟ فهنا برضو كده اشتغلنا جوه 3 سلاسل 3 غوص كلاستر وعليهم 2 بيكو. هنا احنا خلاص اشتغلنا أول غوصة كلاستر، هنشتغل التانية وعليها غوصة بيكو من 4 سلاسل، وبعدين نشتغل التالتة. التالتة هنا بقى هنقفلها، تمام؟ يعني هتقفلي غرزة الكلاستر كده. لو اتلخبطت بقى وقلت غرزة كلاستر بدل بيكو عشان هنا الغرز بتتكرر، تمام؟ فاحنا كده اهو تلاتة اهو، التالتة ما اشتغلناش عليها وقفلناها. هنا بقى اشتغلنا برضو التالتة ما اشتغلناش عليها بيكو بس شبكناها. هنا تلاتة برضو اشتغلنا عليهم 2 من البيكو. هتروحي بقى خلاص بعد ما قفلتي غرزة الكلاستر التالتة تشتغلي زي ما اشتغلنا هنا، هتشتغلي 3 غرز كلاستر على الأولى والتانية، بتشتغلي غرزة بيكو من 4 سلاسل، ولما بنقفلها بنقفلها بحشو. كده اشتغلنا أول واحدة، كده اشتغلنا تاني واحدة بنشتغل عليها بيكو، أما التالتة ما بنشتغلش عليها بيكو، تمام؟ فلما هتعدي كده هتلاقي عندنا كام غرزة بيكو؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، تمام؟ ده كده الشكل عندك. هتشتغلي بعد كده 4 سلاسل، 1 2 3 4، وهنا بقى العمودين دول بنشتغل عليهم ايه؟ بنشتغل عليهم أعمدة بلفتين. فهتشتغلي كده عمود بلفتين، وبعد كده بتشتغلي عمود بلفتين، وهتروحي على هتعدي كده من فوق الأناناسة وتشتغلي برضو 2 عمود بلفتين، وكده احنا زي اللي بدأناهم في أول السطر. تمام، ده كده الشكل عندك فوق الأناناسة، عمودين بلفتين ورا بعض مفيش فرق سلاسل بينهم. بعد كده بتشتغلي 4 سلاسل، وبيبدأ بقى ايه الجزء اللي احنا اشتغلناه مع بعض. فانتي عشان ما تتلخبطيش هيبقى التكرار عندك كده من اول غرزة الكلاستر الاولى، ده كده الشكل عندك اهو لحد ال4 سلاسل اللي بعد العمودين، هو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي لحد اخر السطر. ما تتلخبطيش بقى هنا وتعملي تقفلي غرزة الكلاستر او تتلخبطي وتعملي فرق سلاسل. بصي الشكل كده، وهو ده كده اللي بيبقى عندك. هتكرري بقى اللي اشتغلناه مع بعض لحد اخر السطر. بعد ما كررتي ووصلتي لاخر السطر، وده كان اخر سطر معانا، بعد ما اشتغلتي اخر 2 عمود بلفتين هتدخلي على ربع سلسله من سلاسل الارتفاع اللي بنعتبرهم عمود بلفتين، وهتقفليه بمنسلكم. وكده قفلنا على الاناناسه زي ما انت شايفه كده، وده كده كان اخر سطر معانا. فهتاخدي لفه على الابره وتسحبي الخيط، وهتسيبي حته خيط كده عشان نقفل بيها. بعد ما قصيتي الخيط بتثبتي بقى كده الخيط كده بنفس الطريقة، تمام، عشان يبقى في سوا السطر، وبتنزلي كده تحت الأعمدة وتقفلي بإبرة التقفيل كويس عشان ما يتفكش منك. وده كده شكل المفرش بعد ما خلص زي ما انت شايفة مفرود معانا، وانا كمان لسه ما كوتوش، يعني لما كوي كده مكوة خفيفة على ظهر الشغل هيتفرد معانا اكتر. انا كده خلصت معاكي فيديو المفرش، يا رب الشرح يكون كان واضح ليكي، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. ولحد ما نتقابل اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.